كابتن سلطان، نشوف معاك نتكلم عن مباراة الشباب والنصر. ليش فاز الشباب؟ لماذا خسر النصر؟ كيف شفت التغييرات الفنية اللي صارت في النصر اليوم والغيابات اللي حدثت طبعا بسبب حالات الإصابة بكورونا؟ أول شيء مبروك للشباب، حظ أوفر للنصر، مباراة تفوق فيها الشباب في أغلب تفاصيلها وتحديدا الشوط الأول، وأعتقد مباراة ثالثة للصفقة الأهم في دورينا هذا الموسم اللي صاحبها صخب إعلامي كبير على مستوى العالمي أو حتى على المستوى المحلي لبانيجا في ثلاث مباريات، هو النقطة الأهم اللي يرتكز عليها هوية وشخصية الشباب، سواء في التحكم في الرتم، سواء في صناعة الفرص، وحتى في التسجيل اللي اليوم شفنا كيف حضور هذا اللاعب، خاصة بعد تحرر الأدوار الدفاعية في الشوط الثاني بعد دخول حسين القحطاني، مع اندياي كمحوري ارتكاز أصبح أكثر من الناحية الهجومية، فهذا الشيء اللي صنع خطورة للفريق الشبابي اللي أعتقد لو كان مهاجم قناص بديل لديوب مع هذا اللاعب كان الشباب في ليفل أعلى من الموجود. مباراة بدأها الشباب بنفس الطريقة بنفس الأسلوب اللي تعودنا عليه من بيدرو، بثلاثي في عمق الدفاع، في رباعي في الوسط. يعني الحمدان ما ينفع يكون بديل ديوب؟ الحمدان أعتقد أنه يحتاج أنه يكون ممكن لاعب آخر مع مهاجم سوبر مثل ديوب، ده مع المباريات أعتقد أنه حيعطي بشكل أفضل، حتى بعد دخوله السرعة اللي يمتلكها الحمدان، التحرك في المساحات هي من تسببت في هذا الفوز، تحديدا في الحركة بدون كرة في المكان المناسب في التوقيت المناسب في الرؤية المناسبة لهذا اللاعب اللي استلم الكرة من بانيجا في هذا المكان، عرف كيف يأخذ حتى ضربة الجزاء بشكل يعني ذكي كبير، وهو ما تحقق في الفوز. ولكن أعتقد لو امتلك الشباب لاعب مهاجم قناص يوازي قيمة بانيجا أعتقد أنه حيكون في ليفل أعلى. مباراة بدأها الشباب بنفس الطريقة والأسلوب اللي تعودنا فيه من بيدرو، اللي أعتقد أنه ثلاثي في عمق الدفاع مع هذا الثلاثي ومع هذا التكتل، والشباب يضرب دفاعيا، النصر بغيابات كبيرة لأكثر من 6 لاعبين مؤثرين، عناصر مهمة سواء على مستوى الهجوم حمد الله وتأثيره، أو حتى على ثنائي الدفاع مايكون ومادو، أو حتى في وسط الملعب، أو حتى على الأطراف المهمة برابط أو حتى خالد الغنام، فأعتقد أنها غيابات مؤثرة. ومع هذا ومع هذه الغيابات كان الموجودين فريق النصر عند الثقة بصراحة. الشوط الثاني قدموا أداء أكثر من رائع، تحرك مارتينيز اللي الشوط الثاني أبدع في بصراحة قيادة المنظومة الهجومية بشكل كبير في صناعة الهدف لأيمن يعني يحيى، بصراحة صناعة توضح لك قيمة هذا اللاعب في التحرك وفي الاستلام وفي الرؤية الكبيرة للملعب في المكان اللي يضرب منه الشباب في أغلب مبارياته، وهذا الهدف يشابه الهدف المباراة الماضية لفريق الشباب مع الرائد، الهدف حول الخميس، شوف كيف استلم مارتينيز الكرة في الطرف، تحرك في المساحة، شوف كيف الرؤية تحت هذا الضغط، وشوف كيف لعب الكرة في المكان وفي التوقيت المناسب، حتى الإنهاء اللي كان مميز جدا من أيمن يحيى اللي أعتقد أنه إيجابي بشكل كبير ومستقبل للكرة السعودية وللنصر في القادم. الشوط الثاني الشباب بعد تغيير صراحة طريقة اللعب 4-2-3-1، أصبح الشباب أكثر هجوما، أصبح الشباب أكثر وصولا، أصبح حتى بانيجا أكثر تفرغ للناحية الهجومية وهي من صنعت الفارق. مباراة توضح خلل كبير مستمر لفريق الشباب على مستوى التنظيم الدفاعي، سواء على مستوى العناصر أو حتى على مستوى التنظيم لما كان يلعب بثلاثة دفاع أو حتى لما أصبح بأربعة لاعبين دفاع. وفي المقابل مباراة للنصر أدى فيها بدلاء النصر أداء أكثر من رائع، كانوا قريبين جدا من هذه المباراة التعادل وحتى الفوز، فرصة كبيرة لمارتينيز أضاعها قبل هدف التقدم للشباب كانت كفيلة بتحقيق الفوز للنصر. مين اللاعب اللي اليوم لو كان مع النصر كان فرق؟ بالتأكيد حمد الله. حمد الله النصر يحتاج اللاعب اللي ينهي، وأعتقد أنه أهم لاعب في الخارطة النصراوية حمد الله، وتأثيره واضح على مستوى النصر وحتى على مستوى مهاجمين الدوري، أعتقد أنه من أقل الفرص يسجل، شفنا كيف حضوره في مباراة الأهلي في الهدفين كان له دور كبير، تأثيره واضح على مستوى المنظومة الهجومية لفريق النصر بالكامل، وهو ما أعتقد يفتقد النصر للاعب بديل يوازي على الأقل من 60-70% من قيمة هذا اللاعب للتأثير والوصول والإنهاء. ولكن النصر تتكلم عن 6 لاعبين مؤثرين، فبالتأكيد تتغير هوية فريق بالكامل، ومع هذا كان النصر قريب جدا أمام منافس كبير مثل الشباب يسير بمنهجية كبيرة هذا الموسم بتغييرات كبيرة، وتحديدا بانيجا حارس الشباب أعتقد أنه في أكثر من لقطة كان بصراحة أنقذ الشباب، ولكن في بعض اللقطات كان خروجه متردد، كان حتى في عملية البناء كان يعني غير سليم في أكثر من كورة كان يشتتها، وكان قادر هجوم النصر أنه يأخذها، ولكن في المرمى في الانفرادات كان جدا مميز للنصر.
أعتقد أن العناصر الشابة كانت عند الموعد في أغلى تفاصيل المباراة، حتى تعامل فيتوريا في كل مباراة، فيتوريا في الشوط الثاني تجد النصر بشكل أفضل في الوصول، تجد النصر بشكل أكثر في الخطورة، وكان قريب جدا حتى بعد ما حقق التعادل كان حتى قادر على تحقيق الفوز. مباراة ممتعة كانت مفتوحة من الطرفين، كل فريق كان داخل المباراة بهدف ورغبة في تحقيق الفوز، ما في أي تحفظ من فريقين. في آخر الدقائق خبرة وقدرة وإمكانات لاعب مثل بانيجا هي من صنعت الفارق لفريق الشباب. يستاهل الشباب الفوز اليوم؟ يستاهل قياسا على الفرص اللي حصلت له تحديدا الشوط الأول، هو الأكثر وصولا والأكثر خطورة والأكثر صناعة فرص.